Hi, Maurizio. ازيك يا رشا؟ How are you? I missed you. والله انت كمان وحشتيني. ثانية واحدة، أنا بتكلم في التليفون. اتفضل اطلع بره. اطلع بره، أنا بتكلم في التليفون. معلش العيال كل شوية تخش عليا وبتاع، انت فاهمة بقى، أنا مسكت نيوكاسل جديد والدنيا هنا بهدلة. Ever since you left Arsenal for Newcastle, you've got a lot of money now. You've become a different person. لا لا، معايا مش عايز أقول لك، عربيات وفلوس ولعيبة وحاجة نغمغة. استهدي كده بالله بس، وخلي الأمور ترجع لمسارينها. وانا احتاج برضو وجهه تكون معايا في الفتره اللي جايه دي، واتفاق. انا مش عايز اوضح يعني. ساكا ميسز يو تو. اه والله العظيم ساكا بيسال كل يوم ماما رشا فين، ماما رشا فين، ويعيط ويقعد يعيط. اما انا هجيبه في يناير ان شاء الله، هنصرف ونجيب ساكا ونتلم بقى كاسره مع بعضينا مره تانية يا رشا. خلاص انا هخلص الماتشات اللي عندي ده. السلام عليكم يا مورازي. هكلمك تاني. هكلمك تاني. ماشي. انا بحبك ماوريتيو. اوكي. بحبك يا ماوريتيو. ايه ده النمر الاسود. بحبك محمد. ده النمر الاسود. اوكي هكلمك. بحبك يا ماوريتيو. يلا باي باي. ماشي. ايه دخل عيال؟ يلا استنى، دخل عيال مين؟ استنى، دخل عيال. بكلم بتكلم مين؟ شغل وكده. شغل ايه؟ انا سمعتها بحبك يا ماوريتيو. ما سمعتش حاجه. انا سمعت. ما سمعتش حاجه. بتكلم مين؟ نو مور. الموضوع ده خلاص خلاص. بتكلم مين؟ انا مش عادي. هو انت سافرت المانيا؟ المانيا؟ اه سيبت بتقول لك بحبك يا موريسيو. يا ابني هنقول مبروك يا ابني. انا ليا مين؟ طيب يا عم جمهور. فرحني جمهور يا عم. بتخبي عليا انا جمهور مين؟ فرحني قول لي مين. رشا. فرحني قول لي مين. رشا. يا لهوي بقول لك فرحني. ما فيش غيرها. هو انت ما بتتعلمش يا اخي. هو انت ما بتتعلمش. تيجي قدام العيال. طب اقول لهم ما لسه ما دخلوش. ما بتتعلمش. بتقول لي انت معاك فلوس دلوقتي بترجع لها تاني بعد ما سابتك. بترجع لها تاني بعد ما سابتك. بعد ما ما كنت فقير ذليل معاكش جنيه، اول ما اغتنيت دلوقتي لفت عليك تاني. لا ما انا قلت انت تاني. خلاص ما انا عارف القصص كلها من الكلب اخويا. تاني ما بتتعلمش. تعمل ايه بقى في الحب؟ بحبها بجد يا مارسيا. بنت المصريه اللي كنت بقى ما نفعتش. لا 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 يا مصريه انا فاهم. يا ابني متعلقش قلبك بحريم. متعلقش قلبك بحريم. حريم اخرتها وحشه. تضحك. ما هو عم مش حاجه. انت حبيت قبل كده؟ كتير. طب ما تدينا والله العظيم. طب نسمع قصه واحده. طبعا على الاقل واحده بينهم. عندك كان رشا وكده؟ لا ما كانش عندي رشا. كانت زبيده جارتنا. الله يا زبده. الله حاجه زبده. قول يا عم شيحت. احلى واحده في البلاد يا ابن اللعيبه. الله. اه بس يعني هي دلوقتي ايه اللي حصل بقى؟ كملتش ليه القصه؟ ما بحبش اتكلم في الموضوع ده. عمر يا ابني هي متجوزه دلوقتي. عمرو. انا عمرو. انت ليه متوغوش ما بيننا يا ابني؟ انا سني على قد ما انا فاهم. معلش. طب هي اتجوزت؟ زبده اتجوزت؟ دي اعراض ناس وما بنحبش نجيب سيره الولايه. ايوه فين القصه طيب؟ انا قلت اقول لك بس. ان كان في زبيده. القصه دي هي دي القصه. راجل كبير. اه مفوت انا. عندنا ماتشات مهمه قوي. طب الفرح امتى؟ لو خدنا الدوري عشان ده طلبات كتير ومهر وحاجات. بس مهر. في انجلترا عايزين مهر. قلت لك 50 50 زي ما في مصر بنعمل. قلت لك نو. بجد والله؟ قالت لي نو مور. ماما هي فاهمه بقى العلاقه اللغه والجمله. ما تاخدش لما تاخد خد المصريه. ليه يا عم مش هتصونك وتصون بيتك؟ بس دي هتجيب لي الجنسيه يا عم مش حاته برضه. ما انا ببص على العيال برضه يا عم مش حاته. ما انت لا ما انت ما تدخلناش المواضيع برضه. ولا انت عايز ابنك والواد يلعب شاز. في انجلترا ايه؟ عايز ابنك يطلع شاذ؟ ايه اللي بتقوله ده يا عم؟ مش عايز. خلاص بقى انا قلت لك بقى النصيحه بقى. توكل على الله بقى والنبي. ايه خلينا نشتغل نشوف اكل عيشنا. احنا مش جايين الكبرتاج هنا. طيب طبعا كالمعتاد احنا مش في الصوره اول 8 ولكن مش مشكله. لسه اللي جاي احسن. احنا حسينا ايه الاخبار؟ بص يا باشا انا بعيد قوي كده ليه؟ الموريسيو دلوقتي عندنا ازمه. احنا مش ظاهرين على الصوره ليه بتاعت الجداول. مش في اول 8 احنا عايزين نطلع فوق. يخليها لل 13. خليها لل 13 وبعد كده صغرها عشان يبان بس كده عشان الجماهير ابتدت تهيج. على ما فخلنا نركبه. انا معايا 9 نقط. انا فاهمه ازاي؟ طب كده انا معايا 9 نقط. موريسيو يقول لي على ما فخلكم ركبوه. ده هو عشان احنا يعني بندرب انديه مش
من التوب. قول له تمام هركبه انا. لا سمعت تمام ولا ما سمعتش؟ ماشي. قال لك طب بفرجني وريني. ماشي. بس قفل في وش السكه. حلوه قوي قله الذوق دي وقله الادب. طبعا انتوا شايفين ايه اللي بيحصل بتوابع المركز بتاعنا، وده شيء ما يشرفنيش وما يلزمنيش الحقيقه. عايزين نكمل المسيره اللي مشينا فيها، فزنا على جوارديولا وعملنا ماتش كبير، ناخد جوارديولا وندوس على راسه ونعلى. صح. الاطار يبقى لفوق. صح. لعيب او زي الفل بالظبط. بقى في يناير واستغلوا الفرصه، خلوا لما يجي لكم عروض تروحوا في حته نظيفه. اتفضل. مش حتى انت الايس بوكس معانا؟ عشان كنت شايف في واحد كيمو كونو. انا عايز واحد انا كمان. انا شايل انا بتاع ده بتاع انا بس انا عايز واحد انا كمان. انت بتاكل جيلاتي؟ ايه المشكله يعني؟ ايوه ايه المشكله؟ شوف يا ابني انت غريب قوي يا عم شحاته، انت جاي تعرفني هنا. الماتش هتبدا. الليله هيبدا؟ الماتش هيبدا. الاحداث خلاص ما تدقش يا ابني بقى، ركز بقى في شغلك. يا ما تخاطر دي ليه كده؟ صايد يا استاذ. في حد من على البتاع بيرزع برجله. لا 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 قافل 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 يا لهوي. هو بوبع مش حاتم. ربنا يستر عرضه. هو بوبع مش حاتم. شوت من هنا ودي ودي صاروخ. ودي فين يا عم؟ استنى ما تشوتش من هنا. ايه ده؟ العب العرضيه معديه يابا. شو شو الالان الالان ولا الالان ولا بس بقى حسن بقى. يلا خلينا نخلص الماتش ده. قول يا عم شحاته. يا مروان مروان حاف كده. ها يا عم شحاته انا معايا الواد حسن ابني. ازيك يا حسن؟ الواد ده بيلعب حلو. انا مسميه حسن وانا شحاته عشان نبقى زي حسن شحاته كده الصنم. يا ابن اللعيبه وانا بحبه. ما تبقى تجربه معاك بكره لو في ماتش او حاجه، ومش هقول النهارده يعني. ولا ولا لا لا مش ليه يا جدعان كده؟ ده يرضي ربنا احنا كنا المفروض نخسر. والله كنا المفروض نخسر، ربنا ستار. 3 بوينتس. عشا مش حاتا. عشا برابيسيو. يا رب يا موريسيو. احنا لعب مين؟ برينفورد. يا عم طب انت جايبني في الماتشات دي ليه يا موريسيو؟ يعني ايه جايبك في الماتشات دي؟ يا موريسيو يعني انا يعني ايه جايبك بصراحة بقى؟ ما انا مش عايز اقول لك. اه. انا لما جم اتفقوا معاهم شغال سكيورتي ولا ايه في حتة تانية؟ ما اقولكش. ايه؟ مش هم قعدوا معاك اتفقوا على العقد؟ هم قعدوا معايا فحاطين بند في العقد. اه. الماتشات اللي مش مهمه من وجهه نظري ما احضرهاش. قالوا لي امين. من وجهه نظرك؟ ايوه انا اللي اقول لهم. انت؟ ايوه. فقالوا لي اوكي الماتشات اللي انت مش عايز تحضرها؟ قلت لهم لا قبليها ب 48 ساعه اقول لكم. عدت ال 48 ساعه يبقى لازم احضر الماتش. انت مين يا حقيقي؟ يا ابني ما تنساش نفسك يا ابني. يا ابني يا ابني ما هو ده اللي مفشلنا السنه اللي فاتت مع الارسنال. اعرف بقى واقعك بقى واعرف ماضيك. انت بتتكلم معايا كده ليه؟ بتتكلم معايا كده ليه؟ انت من بعديه خلاص اتمرمطت، انا مش عايز اتكلم بقى يعني. بعديك؟ من بعديه هو. طب ما هو هو خد التشامبيون. مش انت. من بعدين انت اتمرمطت. ما مش انت. ده الناس بتقول لك روح يبقى معاه مدرب مساعد. يا عم خليك. مش عايز اتكلم. خليك في حالك. انا بتكلم عليك كبني ادم، انت عملت حاجه؟ ما تقول له مش حياتي، قول له ان الحياه مراحل وسلالم. اكل عيشه. احنا كلنا خدامين اكل العيش. هو راضي يشغلك معاه؟ هو انا مش عارفينك؟ ما انت لو كنت اشتغلت معاه كان زمانك مشيت. يا عم انا عمر احنا بنتكلم عن عمر. بقى. هو عنده فقدان ما تسيبه يعني عادي ماشي. بلاش بقى الاسلوب ده يا جدعان. عايزين نستفتح بالخير على الماتش كده. ربنا يوفقك يا ابني يلا. والسنه دي معايا. طب ما تعتبر الماتش ده من اللي انت من رايك الفني مش مهم وتمشي. واللي جاي ويايا يا ربنا بيفتك لي اغلى الحبايب. وقفت تتمسخر على الخط يا سكر ودايب يا كل الحبايب. حبايب ما احنا لازم احنا لازم. ما بالفعل باللي بيحصل ده مش حاجه. لازم. لازم جايب لي واد من كباريه. ايه ده؟ سخس يا ابني ما تعملش كده. احنا ما ينفعش احنا بنشتغل هنا. بقول لك السيتي المركز الخامس
يا باشا الدنيا غروره السنه دي، انا دوست على وشه خلي بالك، دمرت نفسيتي. ماشي بس احنا في المركز الكام؟ معلش هنعلى وهنعلى وهنعلى وهنجيب الجول. يلا الالون الالون. طب ينفع ينفع مش حتى اللي حسن بيعمله؟ حسن تصدرش مع حد حسن. ينفع مش حتى يعني بيعمل لي حسن؟ لا بس حسن مش هنا حسن. بيعمل لي ايه يا مش حاتم؟ معلش يا عم عمرو خلاص. ايه؟ خلاص يا عم عمرو بعد صغير. ما ينفعش اكلمه. ركز في الماتش يا عم. ما يولع الماتش، انا ما بعمليش كده عيل صغير. يا عم مروان ما تقول له حاجة. ايه يا عم؟ هاند بول حكم. بوب. ما تعملش كده تاني لحد حسن. يا عم انت. مش جايبك معايا عشان تعمل لي مشاكل في الشغل. ايه؟ ولا. ايه؟ سكت يلا. خلاص يا عم مروان خلاص. يا عم هو العيل الصغير جايبه ده بيقلع. ساعة شيطان يا جدعان خلاص. لا يا عم هتتكلم عادي. ساعة شيطان. بص نضارتي. شايف النضارة؟ ما حدش حط النضارة على الكرسي. شايف النضارة؟ خلاص. شايف النضارة؟ قسما بالله اتكلمت انا دي على وش. خلاص. عيل صغير يا عم. ما بتكلم عادي. لا 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 مش حياتك كلب عادي. هيدخل فينا غير كلب. هو طلع بيعمل ايه؟ طلع ليه كده؟ دي حركة. شفت يلا الان شفت الحركة بتشتت تفاعل الجمهور فينبعث في اداء الملعب احمر. عم مش حتى يلا فاضل خمس دقايق خش حضر الاكل والحاجات دي يا خبر اسود علينا. وات خد كابوري؟ لا يا باشا بس جابه كابوري ده كان على ايامكم يا عم مش حتى. ما حضرتش انت الكوبري ده؟ مش ده كان بيطلع ليه عم مش حتى عندكم باريزة؟ كابوري لا 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 كابوري باريزة انت باريزة دي حاجة تانية. كابوري كده كل ده كرة شراب دي صح ماضي صح. شوف قفل ازاي شوف قفل ازاي بده السرم على رجله. ما تعملش صوت حسن عشان مع عمر ما تعملش استلم على الواسع وانت و... 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 على الضيق. ايش على الضيق ايه يا بل بط مورتش مش بيهزر هنا شلت شيلفي. حتى وانتوا بتسقفوا رمم محدش عارف يسقف مع بعض. يخرب بيت دي فرقه يخرب بيت دي فرقه. تقول انا رمم يخرب بيت كده. روح اشتكيني يا عم شحاته لو عايز تمشي امشي. يلا خش يا عم شحاته يلا دوبك يلا عشان هتدلك العيال يلا في اللي في هاف تايم. يلا يا عم شحاته بالله عليك وخد الواد ده معاك يلا. الله ونعم الوكيل. يلا ايه ده يا عم شحاته؟ ايه ده؟ ايه ده؟ يلا يا حسن. يلا يا اولاد يلا عم شحاته جوه. اللي عايز يتدلك يخش له. بسم الله نحافظ بقى يا اولاد نحافظ على اللي احنا بنعمله ده نحافظ على الاداء والشكل. شحاته صح يا الميرون. انا الخلفيه عندي شده حط لها ايه صفتازين مخده تك بقى واحده اربعة يا راجل يا راجل اتحرك العيال دي شويه قافل عليه هي دي باتمان. يا عم قوم خد الكوره الواد ده غبي يا عم قوم خد هو الواد ده غبي ايه ده احنا بعيد. طب ما تقرب مش فرح تقول الكلمه دي احنا بعيد صح يا مش حياته وكاننا جاي ايه ده شلفي ده نوال تساعده انا مش عايز اكلمك عشان انت راجل كبير ولا هتعرف بس انا بس على حسن انا بس بقول لك نادي على حسن ابني نمور 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 احنا متعادلين مش كسبانين لا اجيب له ابني خلاص مش حياته خلاص مش اتك على العقل بس تتكلم احنا قد ابوك ولا ايه يا ولد عيب هو تحت اقفل صح 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 ها لمسه لمسه ولعبه اجري صح لمسه هي صح التاتشات التاتشات شوت خلص ما تبصيش كان يعرض هو عرض فعلا ها يا راجل بقى هي الان هي الان باموس باموس ترانكيلو طوكيو بس مش حلو يا موريسيو جوندا طلقه واد باكسيبان ده حلو ايه يا عم شادا باكسيبان اه لا ده جامد جدا تريش عليه هو ايه الباتمان ده معلش ايه باكسيبان بس هو مش شغله اصله يعرف اللعيب هو شغله يدلك بتاع يعني هو لما بينده عليه يقول له تعالى باكس يا عم عادي هو برضه باكس كويس وبيرد عليه هيقول له باكسيبان اه مش حاسك يا موريسيو كده مش في الفورمه مش انت موريسيو انا في حاجه شاغله عقلك بصراحه في الحريم ده ما انا كنت بقول له كده ايه يا موريسيو اللي شايل جايزة البالون دور اللي ما ترشحتش ليها خالص جايزة ايه؟ بالون دور ما دي بتاعت اللعيبة كأفضل مدرب يعني انت عايز انت اللي تاخدها؟
ولا تترشح يعني فيها. والله لو مش هاخدها على الاقل اترشح يعني. بس ان انا السنه دي اطلع خالص بره القايمه اصلا. يلا اهو التالت سمان ولا مين؟ لا اسحام ده راجعين ولا ايه؟ نعيش وندوب مع بعض حياتنا راجعين ما يهمنا شوقنا وهلنا بين حساباتنا وتعالى تعالى تعالى خلاص دي بونص بونص يا حتى تعالى طلع مشيحته تعالى تعالى ايوه 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 خلاص يا عم تعالى دول عم مش حاجه ايوه تعالى دول عم مبروك بقى ايه ده يبقى قص شعرك برضه عشان الدوري الانجليزي كده مش حلو كده مين ده مين هاري بوتر ده معلش لا ثانيه يا رشا انت بعدين ثانيه يا رشا عشان ايه في جماعه فين المدرب بتاع برينتفورد مدرب ايه يالا ما جاش مدرب الخسران طيب ابو خلوا بقى استاذه رشا تعمل ايه الانترفيو مع المدرب الوقت خد يالا السلام عليكم خد يالا عايز ايه مني خد يالا عايز ايه يالا تعالى لما بقى لك على حاجه لما بقى كسبان طب اقول لك اتكلم عادل لما بقى كسبان 3 تيجي تتكلم معايا انت كسبان برينتفورد انت واخد على عينك الماتش اللي فات ومتعادل ايه ما انت متعادل الماتش اللي فات انا كسبان يا حبيبي متعادلت الماتش اللي فات كسبان يا حبيبي اتعادلت طب انت بتتفرج على فين انت بتتفرج على فين انت بعدين انت طب انت مش شايف مركزك في الدوري موريسيو فوق كاردا مش كارك انا شايف بقى خلاص بقى صفحه جديده وطويبه من قلب نسيت عارف يا عبيد كلامك ده بيدل ان انت مش فاهم ومقبوض ايه ومقبوض يعني ايه يعني بتاخد فلوس خدت كام طب بص عايز اقول لك على حاجه يا بص يا موريسيو انت مدرب كبير انا عارف ولا انت عارف ولا حاجه والله بقى اسمع بس الكلمتين اسمع الكلمتين اسمع الكلمتين انت هتقول حاول تعمل حاجه تلحق الشيزون قبل ما يروح منك عشان عندي كلام كتير بيتسرب خاف على نفسك عشان الكلام اللي جاي اصعب سلام عليكم في وشك يا ابو حميد وانا في التوب فور السنه دي طيب ركزوا معايا عشان ده ماتش حساس جدا بالنسبه لي هو ماتش الموسم هو مكان ما مشونا لو كنتش معانا انت عم مش حاجة بس مشونا انا وعمر النادي ده اقلنا النادي ده اهلنا احبه ولكن الليلة لا الليلة لا النهاردة انا راح اكسب انا 15 نقطة وهو 16 نقطة يعني الليلة ابقى انا لما اخذ فوقيه مش بس هبقى فوقيه هبقى فوق ناس كتير قوي اما انا اقول خطبه حماسيه عديم الدم عديم المسؤوليه مش دول بها يا ابني انت خلي عندك دم بقى عمال احمس في اللعيبه واقول لهم واسوي واقول اتقلنا عديم انت بجح ما عندكش كرامه جدع فوق يا جدع سخن العيال مع الراجل لا سيبه اقول لك ايه سيبه هنا يصحى ما يعرفش يروح خد محفظته سيبه يقعد في الصحراء هنا في التمرين المهم موريسيو فاشل هنلعب بالتشكيله موريسيو فاشل وانا خطرفت حاجه وانا نايم اقول حاجه ولا لا 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 فبراحتك خالص براحتك خالص اسحاق سمبكسيما النيرون ايه السمبكسيما ده يا جدعان اسمه الالان اسمه الالان يا ابني هنا جاي ايه البكسبان ده يا جدعان هو عيش اسمه الالان قول كده الالان لا الان ها الان اسحاق والميرون في نص الملعب جواميرس وشيلفي ويلوك تارجت وتريبر وشارو وبوتمان اربط الواد ده اربط الواد ده وبوه في حراسه المرمى قول يا عم مش حاجه ومين ووكمان ووكمان لا حول ولا قوه الا بالله انت سمعت ووكمان لا لا خش على الماتش انت وانا بقى ايه يعني معاكوا انا ما سمعتش كده ولا انا سمعت غلط ولا ايه علينا انا من بنينا ان موريسيو هنا هنا وين انت مع دراضينا انا علينا انت بنينا تجبت التربت شايف عم مش حاجه جمهور نيوكاسل هو ايه اللي انا شفته ده شايف عم مش حاجه شايف الدعم موريسيو هم ليه احنا ماسكين على الارسنال الزغنططين وهم ماسكين بتوع نيوكاسل مش احنا نيوكاسل نمسك العيال بتاعه نيوكاسل هم بالارسنال يمسكوا العيال بتاعه الارسنال واحد يعمل لخبطتهم طيب
انا مش هشوف وشك جنبي يا عم متى الماتش ده مهم يا انا مش هشوف وشك جنبي بقول لك على حاجه يعني انا اروح اقعد مع في الكابينه مع الكابتن مش حد سرب الواد ده بره سرب الواد ده من هنا قلب هنرش ميه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مدحت شلبي يحييكم من هذه المباراه الهمت تماما الموريسي بالقلب والطموح يبحث عن ثلاثة نقاط غالية في صراع العروش صراع الدوري الإنجليزي الممتاز تحت قيادة الموريسي ويعاونه كل من الولد الشاي عامر خالد المحترم تماما ومعهم الرجل الكبار البركة عم شحاتة المحترم تشكيل نادي الأرسنال تكلموا عليا في حراسة المرمى الأرون رامسديل قدامه الجابرييل يعاونه التوميوسو والبين وايت زي ما أنا شايف وطبعا قطعا على الإطلاق هي مباراة العمر مباراة الدريم مباراة توبي أور نوت إيه أور نوت توبي ليه الموريسيو لأنه لو هنتكلم ونقول ونحكي في المحكي فمعروفة لكل الموريسيو تمت إقالته الموسم اللي فات هو وعمر خالد قطعا على الاطلاق وينضم لينا في الاستوديو طبعا معنا على الهواء مباشره من كابينه التعليق المحترم قطعا عمر خالد يا مساء النور يا عمور طبعا يا كابتن انا مبسوط جدا ان انا معاك في الاجواء الحماسيه دي ارجع صح وطبعا انا سعيد ان انا موجود معاك يعني في المباراه دي وهي مباراه طبعا بالنسبه لنا كبيره جدا يعني طبعا كبيره قوي 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 يا عموره ولكن عايز اسالك سؤال قبل ما نحكي في المحكي حاسس بايه وانت بتقابل الفرقه اللي خسرتك واقلتهم والهدف لسه بسالك احساسك ايه وهسألك عن إحساس الموريسيو ده هو ساكا ده هو الولد الشاي ساكا حط الجاتوه يا جماعة يا بتوع البلاتوه حاجة في روعة الروعة إحساسك هي يا عمرو يا ابني طبعا يعني يا كابتن مش عايز أتكلم في الموضوع ده ولكن طبعا زي ما أنت شايف كده والكاميرات جاية على الموريسيو يعني احنا موقفنا صعب جدا والله والدنيا بقت مصعبه قوي عايزين نرد كرامتنا ان احنا تم تقريتنا بشكل غير لائق يعني في بدايه في نهايه السيزون اللي فات طبعا كلنا فاكرين يا عمرو يا ابني اكيد طبعا تم تقريتكم باسلوب غير لائق تمام طبعا بالظبط يا كابتن وكانت الدنيا صعبه ولكن الموريسيو قال لنا قبل المباراه دي تو بي اور نوت تو بي زي ما حضرتك تفضلت وقلت يعني بس هو شكلنا كده هنبقى نوت تو بي لان الدنيا انا خايف يا كابتن يا الله طبعا قطعا على الاطلاق هي مباراه كبيره حجما ومباراه كبيره كقيمه طيب جابرييل يلعب الكره عن توميوسو هذا الولد الياباني ذو عيون الضيقه يا ولد العيب يلعب الكره عن ساكا لجابرييل جيزوس انطلاقه واحد والتاني يا ولد مارتن اوديجارد مارتن عد عدفات يا راجل حرام عليك يا اخي كانت هتبقى هدف روعة الروعة ادي انطلاقة لعبوا مع بعض الحنجيلة ولكن يا ولد العيب مارتن اوديجارد عد عدفات يلعب الكورة هي ولا ايه هطلع اجيب الواد دوت من الكابينة هي ولا ايه عاملك شوية حلوة يا نهار ابيض يا ده حقهم حقي كلونا مش حاجة ده الجمال والحلاوة والروعة لا يا ابني لعبش فيه ده الجمال والحلاوة والروعة يا نهار ابيض ايه الكرة ايه والتيتا ايه والحطة ايه ايوه هي يا نهار ابيض ونستنى بعد الشوط عشان ما سيبكش حلوة يلا ولاد عادي وادي يوبا والتالت اوبا والتالت يا مارتن ده انا كنت بقيل لي حبه والحبه حبه على من احبه ده ليه الشوت باور بتاعه 77 ولكن يا ول يا مش حلوه يا قلب تنتين مننا كده ليه عيونه غربت ادي جماهير الارسنال في ملعب الجيمز بارك العيال شكلها دي عفيه متغذيه كده قبل ادي مارتن اوديجارد
و3-0 في 28 دقيقة. انا هطلع اجيب لك الواد من الاستوديو. لو سألت لو سألتك يا عمرو احساسك يعني توقعك للمباراة هل تزيد الغلة ولا قادرين يبني على العودة؟ والله يا كابتن انا شايف ان الموضوع صعب جدا واحنا يعني دلوقتي بخسرانين 3 ممكن تبقى 4 ولكن يا عمورة يا حبيبي اعتقد انه الموضوع ممكن يبقى في 5-6-7-8 يا كابتن. يعني بالوضع ده احنا هنشيل 8. الموريسيو بيعاني تحت وهو الصراحة طردني يعني كنت واقف معه على الخط تحت وكده وهو قال لي اطلع غرفة 60 داهية. فانا والله لما عرفت ان انت اللي هتعلق يا كابتن انا كابتن يعني ضاعت الهجمة دي الحمد لله وعرفت ان انت اللي هتعلق والله قلت لازم اطلع اقعد معاك على على الهواء يعني نقعد نشم هواء وبتاع كده ونشوف الماتش من فوق يعني. طبعا بشكرك يا عمرو يا ابني يا جميل على هذا الاطراء وهذا الكومبليمون المحترم تماما 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 منك لانك بعدين طيب محترم ومساعد مدرب قدير جماما شايف بيعملوا علينا يا عم مش حتى العوده مره اخرى واحداث هذا لقاء العبسي تماما الموريسيو يعني مغربه تماما قلت حساب تنتم يعني واعتقد بالفعل هو مدرب يعني بلابيسيو تماما ولكن اعتقد الشوط الثاني سيكون كلام ثاني ولكن ادي انطلاقه البكايو عدد وفات بكايو ولكن يا ولد العيب يا ولد العيب يا بوتمان يا ولد ادي انطلاقه اسحاق يلعب كره طويله وعاديه ما تسلمش عليا بمنتهى الرعونه واعتقد معها وبالفعل سافرت نهايه احداث الشوط الاول بتقدم نادي الارسنال بثلاثيه نظيفه صراحة قصيرة ثم نعاود احداث الشوط الثاني. طبعا انا مش عارف اقول لكم ايه 3-0 في الشوط الاول. ثواني يا ولاد بدوان يا حبيبي وحشتي والله فعلا والله هو ضرب نيوكاسل انت لسه في النادي محدش معاك لا ما انا فتحت بقى حاجه كده في النادي وقلت استهزأ شايفك لابس ترينك وبتاع لسه معاهم ها نفخ كور نفخ عجل بروفك يا حبيبي حبيبي يا بدواني نفخكوا النهارده ان شاء الله ان شاء الله حبيبي منور الدنيا والله ربنا يكرمك يا بدواني ده كان واحد من لعيبتي ده كان واحد ده كان بدواني ده يا لهوي كنت انزل من غيره وداك يا مارس انت الله هتعدي وانت ماشي في طريقك على الدائري وانت راجع راجع من على الدائري طب بالله عليك خدني بقى نزلني معاك خلاص استناني بره هاخدك انت ومش حاجه وبتاع ونركب تريسيكل ونروح خلاص ماشي استنيني بره حبيبي انا الدور ايام عسل حبيبي والله حبيبي بدواني سمعك ابيض حبيبي يا ريس بس يا ولاد فبصوا اللعيبه اللي بتبقى معايا دايما على علاقه بيها وبيهم ايه بتبقى في بالله عليك معلش انا اسف انا عندي بس بدواني 10 دقايق عشان تقيله بس الدنيا بره بتمطر على استناك بره والنبي عم مش حاطط شوف له بس لحاف ولا اي حاجه ده نادر بدواني كان لاعب جبته من اكاديميه ارزع وديته ارزع مش حاطط ده مش حاطط معانا انت عامل ايه دلوقتي حقيقي حقيقه راجل كبير ده اللي خد مكاني لا ده مدلكاتي ازيك يا عم شحاته ازيك يا حبيبي عامل ايه مبسوطين الحمد لله بس يا اولاد يلا نقدر ننزل الشوط الثاني ازيك يا عم شحاته الحمد لله ويا رب تكونوا استفدتوا حاجه يعني اتفضلوا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مدحت شلبي يحييكم واهلا بكم في الشوط الثاني هذا اللقاء المحترم جدا افتح يا كابتن يا جماعه يا اخوانا افتح هات لي الواد اللي معاك جوه ده مين اللي بيخبط علينا ده يا ترى يا هل ترى قوم يا عمرو افتح الباب كابتن مش عايز افتح والنبي كنت عايز يا كابتن والنبي افتح يا عم ليه يا ابني مش عايز تفتح ليه يا ترى كفلة الشر مين ده يا عمي يا كابتن ده عم شحاته وهيضربني افتح يا عمرو ما تخافش اعمل لك حاجه ما تعملش اضغط لورا افتح الباب تعال يا عم مش حاسس اتفضل سلام عليك يا كابتن مدحت يا مساء الانوار عليك وعلينا انا بحبك من زمان الله يخليك يا عم مشحات يا جميل يا جميل قدر ولطف امورنا يا عم مشحات يا مساء الانوار ينفع الواد دوت يشيب اللي مشغله انا قال لي يقعد يطلع جنبك يقعد في الكابينه كده قال لي واحنا جايين نلعب احنا هنا ولا احنا جايين اقسم لك بالله اسمعني يا عم مشحات انت راجل كبير ومحترم وانت فوق راسي يا كابتن بس الراجل واقف تحت واحده عمال يتخرتق هو انا اقسم لك بالله الف سلام عليك نلعب انا هقول لك ده كده مش اسلوب هقول لك على حاجه اقسم لك بالله انا قاعد بقول له ايه يا عمرو يا ابني اللي معاه ده كده قال لي الموريسيو يا كابتن مدحت طردني
لا برضو بس ما يسيبش ويجي يقعد في الكابينه هنا. لا لا يا عم ما مش احنا مش جايين هنا. ما يصحش يا عم مش هات. مش جايين نلعب هنا. ما يصحش يا عم مش هات يطرد الولد كده. لا يا بعد اذنك كابتن بقى سيبهولي. والله 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 يا كابتن طردني وعم مش حتى عايز كهرباء. بس اسكت دخل ما تزعليش كده عم مش حتى بالله عليك. والله انا كلامنا تحت قدام الناس ما يصحش عيط كده. طيب استاذنكم تنزلوا اوبا ولا استاذنكم تنزلوا وعلى كمل انا تعالي شوف شغلك انزل يا عمرو يا ابني. طب توعد توعدني يا عم مش حاجه مش عامل له حاجه. يلا بالراحه في التاتي في الناني. يلا بالراحه في التاتي في الناني. يلا يلا انزل يا عمرو. حاضر يا كابتن انزل بس بالله. يلا يلا طبعا شفنا هذا المشهد العبثي المحترم تماما تماما ولكن انتقل بيه التعليق الى الكابتن خليل المجد. انتوا جيتوا انت اللي جابك. خلاص ما انت اللي طردتني يا عم. يا عم انت اللي طردتني 3-0. انت اللي طردتني 3-0. ركز انت في الماتش. لا خرب بيت امك انت وقعت رانزينا جنن عنا. شايف مش عارف اللي رحت جبته. ركز يلا يلا ما تبقاش باكس. ايه باكس يعني ايه؟ انت ركز. لا انا مش هبتدي مش هركز غير لما اعرف يعني ايه باكس. باكس يعني ما دام بقول لك مش هات القعده فوق مع الكابتن اخرابي دفر جو تحت بقى وهو بيقول لك طب اقلده لك. لا 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 اقلده لك والله. يا بقى ركز وسيبه الراجل والله اقلده يا انا هرا. ايه رايك حلوه؟ اه حلوه. الراجل مش عارف يا عم بقى سيبك منه حلو كده بقى منين 3-0 مش عايزين تفتح مننا. اعوده من جديد اعوده من جديد واقول دائما انا هنا واقول مرارا واعطي تكرارا واذهب من بعيد واتي من قريب. يخسر الموريسيو على ارضه وامام جمهوره من فريقه السابق من لاعبيه السابقين بثلاثيه نظيفه على ارضه ووسط جمهوره بهذا الاداء المتخاذل بهذه الكرات الخطره. الرابع يضيع. الله. 10 دقائق من نار. ولكن هل تعودون من بعيد لحفظ ماء الوجه في هذه العشر دقائق قطعا على الإطلاق؟ لا. فالموريسيو عندما يدب بأقدامه أي نادي كان والموريسيو عندما يلعب بأقدامه وتطأ قدماه أي نادي كان يذهب إلى الوحل. يذهب إلى الوحل. انت سمع المعلق ده؟ انا حاسس ان احنا في خطبة الجمعة. ايه ده مش ممكن يا مش حاتم. ده ايه ده ده ايه ده 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 ايه ده ده مش ممكن. انا حد في شكوى. انا حاسس ان احنا بنصلي الجمعه. ده مش لا ده مش كده. يذهب الى الوحل ويغرق الفريق ويذهب بعيدا بالرابع. تضرب ابوك يا محمود في القائم. هي كرات ردت في صدر القائم ذهبت بعيدا الى ان القائم. ولكن يا سلام ولكن يا سلام ماشي. يا شراقة من ناحية الرق الأيمن الميرون ناخد واحد الميرون 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 لا يفقه شيء في عالم كرة القدم. لا يفقه شيء في عالم كرة القدم ولا يعرف كيف تلعب هذه الكرات. وأقول دائما أنت على الأبيض تماما. أنت لا تفقه شيء. أنت وجهازك المعاون وهذا الأخرق الأهطل عم شحات هذا الذي لا يفقه تماما. وأقول إن لم تستطيع الاستقالة فيجب أن تقال. أنت فيها جدع. أنت فيها جدع. طبعا أنا عايز أقول رسالة. لسه بدري يا ابني. لسه بدري لسه جاي الفريق ده. بص عليه بعد سنه سنتين. انما يا جماعه والنبي اتولي ميكيل ارتيتا. انا عايز الميكيل ارتيتا. ما اسمعش حسك. انا على اخر ما اسمعش انت شايل 3 قسما بربي لو سمعت حسك انت فاهم. طب اتفضل اسال ما اسمعش حسك. ما اسمعش حسك اللي يشوفك المباراه اللي فاتت وانت متقرعن عليا وصوتك ادو على مايلو وصوتك قد كده تعالى مايلو ما يشوفكش كده. خليها عضك من فخادك. اهو مايلو وديه. مين ده؟ لا اقلب عليه اقلب من تحت. ماتش الكاس
مش عايزين نتزن زنقة الزنقة اللي فاتت. تعرف تقولها؟ ماتش الكاس. مش عايزين نتزن نفس زنقة السنة اللي فاتت. لا. مش عايزين نتزن نفس زنقة المرة اللي فاتت. مش عايزين نتزن نفس زنقة المرة اللي فاتت. أرنبنا في منور أنور. ومنور أنور في مرنبنا. مش سن كبير. أنا مش هستعمل. أنت فاهم يعني. وود ويلسون في خط الأمامي. ريتشي فريزر على الأطراف. جيلينتون هايدون هيلعبوا على الواسع والضيق. دامت كرافت على الأطراف الصناعية. بيرنو لاسيلز في الخط الدفاعي. وبوب في حراسة المرمى. أتمنى التوفيق. أتمنى نسعى لبطولة كاس الكرباو. لأن أنتوا نادي فقير ما كسبش بطولات قبل كده من سنين وسنين. فما تستقلش بالكاس عشان ما استقلش بأمك. اتفضل. مش هتلعب ووكمان؟ لا ووكمان هيريح النهاردة. خلاص داخلين على دور الثمانية يا أولاد. ودور الثمانية معناها إن احنا فاضل ثمانية. وقفوا عيال. وقفوا صح. وقفوا عيال. أيوة يا بو. ربنا يبارك لكم. هوبا. بو. لسه مش هترس فيه. اهدى. اهدى واديله. منكشة. منكشة. خلص يا ابني. منكشة. سلم عليه ولا. أيوة. تخوان. انتوا اخوات. انا بقى مسؤولي بحمسك عشان تبقى انتوا اخوات ما تسيبوش بعض. ايوه ربنا يخليكم لبعض يا اولاد. رابطه البقدونس لو بعيد عن بعض تتفكك. صح والله. ايه ده رابطه البقدونس تتفكك؟ هي دي. ما انتوا اهي 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 ما بقتش زير. ايوه كارباو كابيز خلاص تمانية. هوبا يا الله على اللعب والحلاوه. حلو ده. وي ار جود تيم سترونج تيم اندبندنت تيم كارباو كاب فيز توداي. سقف عيد بقى يا اخي بقى ما ضربوش بقى. سقف عيد بقى ما ضربوش. نفسه وحشه الواد ده. لا 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 ربطه البقدونس. ما زلنا مش بنبان بس مش بعيد. زمان كنا ولا قريبين. بص 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 يا عم عمرو ظهرنا ليه 15 نقطه يعني لولا الظلم كان زماننا بقينا مكان استون فيلا. بس مش عايزين يبينونا بنحارب ده. ولو عارفين ماتش ليستر النهارده ندوس عليها. اخر ماتش في الشهر ننهي الشهر ده على خير. في مش حاجه مع فلوس. جبت منين الفلوس دي يا عم؟ مش حاجه. لا ده القبض بتاع الشهر اللي فات. والشهر اللي فات لسه معاك في اخر الشهر. الشهر ده يا عم مش حاجه يعني بقى حلو تحوش. ها ما ده كل واحد ورزقه. ما انت بتجبش. انت راجل مدرب. انا راجل مدلكاتي على باب الله. ايوه بس انا مش حتى باخد حقي. وانا باخد حقي. ما تركز في المباراه. ركز في المباراه. انا مش حتى لو في نوع من كده مش ربنا مش هيكرمني. ما انا بابا بتقول له ايه؟ اربط اللعيبه. ايه عربيات اللعيبة وانا اقول بتبربر بربربر ليه؟ ما احنا لازم نقلب اكل عيشنا. نجيد البطلة نكسب. مش حتى بس انت كده الكوميونيكيشن سكيلز بتاعتك هتقل معاهم. كسرين عينك. ايه؟ واحد يقول لك ما نضفتش العربية النهاردة. دلك لي رجلي زيادة عن لاعب تاني. ما انا اقول لك. ده خد وهات. بس خلاص. كلامي خلص. خش على الماتش بتاعك. وما تبصليش في اللقمة عشان تيجي حاجة وحشة. We have to win this game. We have to go up. We have to be there. We have to believe it. We have to. جبت الفلوس دي منين يا عم مش حياتي؟ لا إله إلا الله. أنت باصص لي في الكام استرجين الواحد بيطلع. ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العظيم. أنا قايل كده خمسة. يا ابني قوم بقى. وأنت بتعمل إيه غير إن أنت بتقيل؟ يعني ايه شغلانتك غير ان انت جاي تقيل هنا؟ انا متفق معاهم ان مش حتى اللي بقى لسه بننتقده انه بيلم فلوس من بره. اسمع بس. ما بياخدش فلوس وهو نايم. اسمع ما تقعدش تتكلم كده وتهرتل بالكلام. بهرتل؟ اسمع يا ده انت خدت عليا قوي. اسمعني يا مان. والله العظيم اسمع يا موريش انا منورك عشان ما تضحكش عليك بعد كده لما تيجي تجدد عقدك ده اذا جددناه يعني. انا حاطط بند في العقد. ماتش ليستر انا هنام فيه. ايه العقد ده بقى؟ انا عايز اشوف العقد كله. اشوف العقد كله جوه من كام صفحه المره الجايه. عارف من كام صفحه ده؟ كام صفحه؟ 41. 41 صفحه. فيك انت عامل عقد بكام صفحه؟ صفحتين. طيب عرفت بقى ان انت مضحوك عليه. يا رب انت شايف يا رب انا بتعامل مع ايه. يا رب انصرني. كان ربنا بيكرمك عشان احنا موجودين معاك في الفريق. صح مش حاطه. لا بس انت صح. ما حاضر
ماشي روح. خبر اسود عليا، خبر اسود، خلصونا بقى. العب يا ابني. ايوه كده، اعمل بلقمه عيشك. ودي له بقى، ودي له بقى. يلا الواد ده بيحب القلوب وكده، مش لعيب جدي. عم مش حتى نسيت، عم مش حتى، ده فريق وسخ قوي. عم مش حتى الواحد كان بيدرب فرق زمان ليها القيمه، دلوقتي بقى المستويات زفت والمدربين مساعدين بص زفت، مفيش عماله في السوق. يا عم انا مالي، ده انا اجيب واحد هندي احسن. مريت. يا نهار اسود عليا يا قلبي. استنى استنى. آه. طيب احنا دلوقتي في يناير، اذا وصلنا له يعني ما تمتش اقالتنا قبل يناير، هنحتاج تدعيم خط الدفاع كاملا ما عدا حراسه المرمى، وهنحتاج تدعيم خط النص كاملا ما عدا الميرون، وهنحتاج تدعيم خط الهجوم كاملا ما عدا اسحاق والالون. عايزين نادي يعني. بالظبط. فكلم حبايبك وشوف القصه فيها ايه، عشان احنا كده متخرتقين خالص يعني. حبايبي عايزين في الدويقه احنا. بص 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 بص، تقول لي الميرون هو ده اللي انت عايز تقعده لي في النادي؟ هتتباع معاهم، هتتباع معاهم، كله هيتباع في يناير يا كلاب. بس هو السؤال هنا موريس، احنا معانا فلوس باشا يعني هنعرف نجيب حد؟ معاهم فلوس كتير قوي. بس ما تربو مش في كده يا موريس، انت مش فاهم. يا خدي عليا وعايز ليه؟ الله ينصر دينك يا ابويا يا ابني. انت الشام حاجه يا موريس، تربو دلوقتي مش في كده. مين النادي، مين اللعيبه اللي هترضى تجي لنا؟ روح تجي لي انا، مش تجي للنادي يا حبيبي. انا اسمي يهز لعيبه كامله وكلاء. الواد يا ابني مش جدي. لا الواد ده مش جدي، الواد ده يتباع خساره والله. انا هجيب سكه. شفت الواد سكه حط فينا جون ازاي الماتش ولا اي حاجه؟ هتفضل لحد امتى كده؟ ولا اي حاجه. هتفضل لحد امتى كده؟ تجيبه اعمل ايه يا موريسيو؟ يا عم العب السهل يا عم، يا عم العب السهل يا عم. يلا يا لا يا لا وع ايفانز 38 عام بيش عبيه ابني. لمها لمها زي ما كنت ما بتلمها قبل كده. مش عارف الموضوع فارط خالص، فريق تعبان قوي. احنا ما فيش غير بوب اللي بيلعب معانا يا موريسيو. اعمل ايه طيب يا موريسيو؟ ما فيش غير بوب اللي بيلعب. اعمل ايه؟ انا مالي. قدر الوقت في الماتش ده 1-0 لحد دلوقتي، ده في حد ذاته انجاز. استغفر الله العظيم. يلا يا اولاد، يلا يا اولاد، استهدوا بالله كده وفيها رجعه. الحكي والميكي لو الواسعه قدام مش جايبه معاكم. صح صح. الحكي والميكي اهي، هو تاني اهي اهي، بس ميكي اهي اهي، الحكي والميكي. صح هي دي. لا بص الحكي والميكي، بص 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 شوف هم هو هم 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 ايه، هي دي الحكي والميكي، هي دي ده احتفال حجي والميكي. يا رب مش حياتي. ايه ده ايه ده؟ قول لي يا رب هتكسب. اسمها هنكسب يا عم مش حياتي. انا ابن عمرو يا سري. احنا فرقه يا عم مش حياتي، نكسب كلنا. هو يكسب يعني الواحد. ابن عمرو يا سري انضف راجل في الدنيا. الله يكرمك يا عم مش حياتي، هتلاقي 20 جنيه في المحفظه عم مش حياتي دي ليك يا عم مش حياتي. الله يكرمك. قول يا مروان. لا لا خد خد يا عم مش حياتي، خد على الجول الثاني يا عم مش حياتي، خليهم 30 يا عم مش حياتي. اقسم منه 10. ماشي لحد ما يجي الجول. لو جه الجول يا عم مش حياتي ليك 120 استريني مني الماتش ده. قول يا رب، قول يا رب ننهي الشهر ده على خير بقى ونقفل الدنيا. قول يا رب يا عم مش حاجه. الحمد لله. قول يا رب يا عم مش حاجه. الحمد لله الحمد لله. سمعت صوتها؟ عمل التريش. لا 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 نور نور. لا يا ولد يا تريبر يا ولد. الواد ده ياخد علاوه. روح روح روح. اوله روح. اوله يمينك. اوله يمينك. اوله هي دي. اوله. باموس. هنبان في الليستا وهنبان في الايفون 6 يا ولد. الواد تارجت وتريبر الاثنين يقعدوا في الفريق. مين اللي هيلعب؟ لا همشي همشي تارجت، هنعترض. حلو ده. ودي بس كده. حلو. يا خلصونا بقى، خلصونا وخلونا ننهي الشهر على خير. مين ده الحكم؟ تعال 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 ريتش، تعال. ريتش ريتش. لا 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 لا. خطيرة دي. لا 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 اسمع كده، تعال اسمع كده. اه ايه
بيقف بينبض بينبض لسه شغال ليه كده ليه كده والله احنا من غيره نتلطم يا حسن اتغديت هو ده لسه قاعد صح والله العظيم راجل يلا شيل فيلا ابن كلب يلا شيل فيلا ولا تستاهل مني ولا كلمه حلوه احنا مو بشايلنا لا 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 احنا والله العظيم احنا ملط من غيره احنا ربنا شايلنا الحمد ربنا لله الحمد لله هو على طول بس ولا. التالت التالت اهو شفت الحكي ما نحتفلش ما نحتفلش لما تيجي لما تيجي لما تيجي اي فرصه ضاعت الان فرصه لتعزيز التقدم فرصه لهدف اللاعب ده مخنس صحيح مش عارف تصدق عندك حق لم لم طلع الاتوبيس مش هتطلع الاتوبيس طلع الاتوبيس هات الكل من بتاعنا عشان كل مره بنسافر الملاعب كده هات هات قفل خلاص بقى قفل بقى حكم بقى يا حكم يا مرتشي يا ابن السارما انت البعيده حسب البعيده هل طفش يا طفش يا خدنا الثلاث نقط انت شو اجري انت مكملين بعيد قوي فيها توب فور تعالى بقى استناني بقى لحظه عشان ابن عم مشحته ده عامل قلق هو وابنه بقول لك يا راجل انت بقى بقى ما مش ده مش نافع الليله كده ما تتكلم عادل ما تتكلم عادل عادل الدنيا مش حاجه تتكلم عادل ثلاث نقط عم مش حاجه لا 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 اتكلم عادل بقول لك لا 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 انت ولا حسن ولا عشره زيك لا انت ولا ابنك الاهطل ده عشان بس الامور تبقى واضحه التك انت كده بنحتفل بالثلاث نقط انت كده ده الاسلوب لا 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 شغل معاك عيلة لا 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 ما تعليش صوتك لا مش شغل لا ما تعليش صوتك بقول لك لا 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 ما تعليش صوتك بقول عشان الناس بتفضحك ما تعليش صوتك بقول لك الله على ما وش لا 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 ايه ابوكم